شو أخبارك؟ كيف عم تقضي أيامك؟ أنا كله عادي ما في شي، بس من ناحيتي مشتاق لك كتير. الجو عندي حلو بحبه هيك، السما مليانة غيوم وبرا الجو كتير بارد والهواء قوي. لما شفت الجو هيك تذكرتك وحنيت لك لأنك بتحبي هذا الجو مثلي، فقعدت وتذكرتك وحكيت له عنك وعن يلي بحبه فيكي. بقول لك شغلة، كل شي قلت له يا كان عنك وعن جمالك، خبرته قديشك حلوة وناعمة وبتاخدي العقل، وخبرته للجو انه حبيبتي رابيل عندها عيون سودا بتضوي مثل النجوم يلي بالسماء. وبتعرفي شو قال لي عنك؟ انه ما بيحب يتنفس الا ريحة عطرك، ويسرقوا منك سرقة ويلعب بشعراتك الحرير ويضلوا حواليك. ماشي ماشي خلص، آسف ما رح ضل أحكي. شو؟ دراستي كتير منيحة دائما الأول. بعرفك ما رح تصدقي قديشني صاير شاطر. اليوم كان عندي امتحان مهم وأخذت أعلى علامة بالصف بين كل رفقاتي، والصراحة الكل استغرب هالتغيير. مع كل هاد ما بيطلع لي معك أنتي، لأنك دكتورة شاطرة وعندك خبرة وأنا طالب، وسهل عليك تكوني الأولى على رفقاتك. بعرفك منيح. لحتى أقدر أتزوجك عن جد لازم أصير مناسب إليك، لازم يصير عندي شغلي الخاص ومركزي. أنت استنيني بس، رح جيب أعلى العلامات وأسس شغل وإجي لعندك. بدي استعد بكل ما عندي لحتى أكون مناسب إليك. شو بدي أخبرك كمان؟ لو تعرفي قديش أنا بحبك ومشتاق شوفك وأحكي معك. نيشال، هالفستان بعتوا لي أهل زين مع الهدايا كلها، وحابين يعرفوا إذا كان بيلبق لي ولا لا. شو رأيك؟ منيحة علي؟ طالعة كتير حلوة وكتير لابق لك، كلك ذوق. رابيل اسمعيني، انتي انسانة كتير بسيطة وقلبك طيب. شو قصدك؟ قصدي واضح، انتي متحمسة بسبب الهدايا الفخمة يلي قدموا لك ياها، مبينة مبسوطة، بس ما اخترتي شريك حياتك يلي بيناسبك. يعني ما عرفتي لسه شو بيحب وشو ما بيحب يا رابيل، ولا كيف بيفكر. بتعرفي شو كان عمري وقت اجيت؟ ما بتذكر انه عجبني شيء او جبت شيء على ذوقي. امي وابي هنن اللي كانوا يقرروا عني، يقرروا عني على طول ورسموا لي مستقبلي. دائما كانوا يختاروا لي الاحسن. فيك تقولي اجاني كل شيء على طبق من ذهب. ايه بس في فرق كبير بين انه تختاري تيابك أو تختاري شريك حياتك. شو صار لك؟ ليش ضعفتي؟ طيب بلكي طلع عقلك غير عقله، وإنتي كتير بسيطة وقلبك طيب، بلكي اختلفتوا وما تفاهمتوا مع بعض. اسمعيني، واجهي الواقع، حتى لو كانت المرة الوحيدة بحياتك بجوز تحبيه ويمكن لا، عدي معه وتعرفي عليه. هلأ بعد ما اتفقوا على كل شيء أنا رح أتزوجه بكرة. نيشال ما عاد ينفع شي هلأ. رابيل أنت بتقدري ترفضي إذا ما عجبك،
ما حدا بيقدر يجبرك على الشيء أبدا. أهلك هنن اللي اختاروا لي العريس، كيف بدك يعني أرفضه؟ شو ما كان طبعه ما بيهمني، رح أتزوجه. وبلكي طلع هالشاب ما بده إياكي مثلا، شو الحل؟ ليش ليكون ما بده يعني؟ فيني شي غلط؟ مو لأنه فيكي شي غلط، مو هذا قصدي يا رابي. انتي ليش بتفهمي الشغلة على كيفك؟ طيب افرضي طلعتوا مختلفين عن بعض، شو رح يصير وقتها؟ إذا ما قدر يحبك من قلبه شو رح تعملي؟ أكيد رح تطلبي الطلاق. ممكن هالعجلة تنزعلكم كل حياتكم، فكري منيح. أنا ما عندي طلبات وما بدعي أحدا وما بحب الكذب، شفافة مثل المي، ورح كون معه بأي شيء وما رح أعرض شيء مثل ما بيحب. ممكن يكون بيناتنا اختلاف وممكن نتخانق، بس رح حاول كون متساهلة معه. انتي بشو عم تفكري؟ أنا وزين رح نتزوج لأنه بدي؟ هذا العرس رح يصير مشان نحاول نبعد أمير عني لحتى ما عاد يفكر فيني، لهيك قررت أتزوجه. بتخيل هيك أحسن للكل. رايحة غير ثيابي. أهو خط الحب طويل عندك، ومو بس هيك عميق وواضح. شو هاد يا؟ من اليوم ورايح لازم ننادي لك العاشق روميو. طيب شف لي إذا هالبنت يلي بحبها من قلبي بتحبني مثل ما بحبها. شايف رح تصير مشاكل كتير، ورح تقضي نص عمرك وانت عم تلحق هذا الحب لحتى تلاقيها لحبيبتك. تعرف شغلة؟ شكلك متطوع بشرطة المرور. ماشي، هذا غرقان بالحب. كل شي عم بتقوله ما إله طعمة. أنا ماني مصدقك والله. لا تفكر حالك ذكي. ألو؟ إيه علي؟ أنا بإسلام أباد. ليش؟ كيف؟ إمتى صار؟ أوه، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إمتى الجنازة؟